السنوات الماضية كانت اختبارا حقيقيا لمدى قوة ومتانة هذه العلاقة، وأنا أفهم شواغل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالمنطقة وبما يتعلق بمصر. إن هذا في الواقع دليل على قوة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، إنها لا تعرف فقط بالمساعدات، لأنه لو كانت العلاقة فقط تتمحور حول حجم المساعدات وتتمحور فقط حول حجم المساعدات، فإن هذا لن يكون أمرا جيدا لتوصيف العلاقة. إن لدينا علاقة قوية وهي استراتيجية لأكثر من 3 عقود حتى الآن، ونحن ملتزمون بهذا. الكثير من الناس يقولون أن الولايات المتحدة الأمريكية سيتعين عليها أن تعيد النظر في العلاقات مع مصر إذا لم يكن هناك تحسن ملموس في سجلات حقوق الإنسان. فالمنظمات غير الحكومية التي يتم تعقبها ولا صحفيين المحبوسين، وأن هناك ملاحقة وقمع لحقوق الإنسان، وأن هذا الأمر مزعج للإدارة الأمريكية لأن هذا يمس القيم الأمريكية، وهم يعتقدون أن هناك بعض الأشياء التي تقومون بها وتستخدمون الأمن ومكافحة الإرهاب كذريعة لتبرير سلطتكم، وأن هذا توجه به نوع من الظلم في مصر. هذا يعتبر مبالغة للموضوع، فإن هذا الانطباع في الواقع لا يعكس الواقع في مصر، ومعظم هذه الأشياء لا يتم الحديث عنها أو تقديمها بشكل دقيق في الإعلام. فكما قلت، في مصر لن يكون هناك أي رئيس قادرا على الجلوس على كرسيه يوم واحد إضافي عقب انتهاء مدة ولايته، لأن الدستور لا يسمح بهذا ولن يسمح بهذا المواطنين المصريين أيضا. هذا شيء. الشيء الآخر، أننا نحاول أن نعقد توازنا بين الأمن والاستقرار، وذلك لأن هذه الدولة لا يمكن أن تهتز بعنف، لأنها لو تعرضت لهزة عنيفة فهذا سوف يكون له تداعيات كبيرة على المنطقة وعلى البلد. وفي نفس الوقت نحن ملتزمون بسيادة القانون. وهناك شيء مهم أود أن أذكره، فأنا أود أن أتحدث عن الإعلام وعن الصحافة في مصر. أود منك أن تتابع الإعلام، أنت إعلامي بارز مخضرم، فقط تابع وستجد أن الإعلام المصري يتحدث ويعبر عن أي شيء يرغب فيه، فبالتالي لا يوجد مزيد من الطغيان في مصر، هذا في التاريخ، ولا يوجد دكتاتورية. ولكن هناك زملاء قد يقترحون عليكم مثلا، إنهم يقولون أمرين. أولا، أنت تؤمن بالإصلاح السياسي وحرية التعبير الكاملة هي نوع من العمليات الانتحارية، هذا ما تعتقده وتؤمن به. بالنسبة لمصر، هل هذا يعكس عقليتك أن علينا أن نقمع من أجل أن نوقف الإرهاب، وأنه إذا ما تم انتهاك حقوق الإنسان فإن هذا أمر أساسي؟ أود أن أقول أنك لا يجب أن تغفل أمرا هاما، فلا يزال أمامنا فصيل في المجتمع المصري
هناخد وقت كبير. لا يمارس أشياء أشبه بأحزاب المعارضة، ولكنهم يفعلون شيئا آخر، وبالتالي يبدو أننا نحتاج إلى بعض الوقت لكي نتطور بحيث يكون لدينا اتفاق مع هذه القوى التي تعيش معنا ولديها قواعدها الخاصة باللعبة الخاصة بها، مثل ما لديكم هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. لديكم المعارضة التي تتعايش ويمكن أن تساهم في خلق الساحة السياسية. إذن هذا الفصيل المعارض، ما يحدث هو أنه يستخدم العنف ضد الدولة وضد المواطنين المصريين، ولكن هذا ليس السبب، بمعنى أن من يعملون في حقوق الإنسان لا يمثلون تهديدا أمنيا. وهناك قضية آية حجازي التي هي مواطنة أمريكية وهي مصرية، ولعامين هي محبوسة، ولديها منظمة غير هادفة للربح تعمل في مجال أطفال الشوارع. إذن ما هي الأدلة ضدها أنها تمثل تهديدا؟ هي في الحبس، إنها ليست تهديدا، ليست تهديدا على أمن مصر، إنها ليست إرهابية. إننا نتناول أي موضوع في مصر في الإطار القانوني والقواعد والقوانين المطبقة في بلدنا. هذا أمر مهم ونحن ملتزمون به. لو كنا نرغب في إعلاء سيادة القانون، ولو كنا نود أن نجعل نظامنا القضائي مستقر وقوي، فيجب أن ننصاع للإطار القانوني والقوانين المعمول بها والمطبقة في بلدنا. حتى اليوم هناك أخبار أن هناك بعض المنظمات تم قمعها دون سبب واضح، والحكومة الأمريكية كما فهمت، وكان هذا خبر قرأته وأنا في طريقي إلى هنا، قدمت شكوى بشأن هذا، اشتكت بشأن هذا. ما الذي تقوله لكم الولايات المتحدة الأمريكية، لكم كرئيس منتخب لمصر؟ ما الذي يرغبون في أن تفعله بشأن حقوق الإنسان؟ وهل هم راضون عن إجابتك عندما تقول لهم أنه من الضروري لأمننا في مكافحة الإرهاب أم لا؟ هل هذه نقطة خلاف تختلف فيها معهم ويختلفون فيها معك؟ لا، أنا هذه هي فرصتك لكي تجعلنا نفهم. أنت رئيس منتخب وأنت لديك دعم مواطنيك في الكثير من الحالات ودعم الجيش. سأعترف أن هذه نقطة خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق هذا الموضوع على وجه الخصوص، ولكننا نحاول أن نتناول كل هذه الشواغل وأن نوضح الوضع في مصر. وفي مصر الآن لدينا برلمان منعقد، وسوف يناقش قانون سوف ينظم عمل منظمات المجتمع المدني في مصر بطريقة محترمة، وسوف يتم تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني في مصر، وهذا سوف يتم من خلال البرلمان. إننا لسنا ضد منظمات المجتمع المدني، ولكننا ولسنا ضد دورهم. إن لدينا آلاف من منظمات المجتمع المدني تعمل في مصر، وهم يقدمون الكثير من الخدمات الجليلة للمجتمع، وإنهم يساهمون في تحقيق التنمية ويساهمون في حل الكثير من المشكلات، وهذا ما نحتاجه. ولكن نحن نحتاج إلى تنظيم العمل بطريقة جيدة. أنت قلت أنك تحترم القانون وأن هذا الأمر يجب أن يتم من خلال البرلمان، ولكنه يضر، إنه يضر بصورة مصر. أنا أرى أن هذا الأمر يساء فهمه ويساء تفسيره من أجل إعطاء صورة سلبية عن مصر، بينما المنطقة بأسرها
في سياق مضطرب وغير مستقر. وأنا أيضا أؤمن أن الأصدقاء يفهمون ويقدرون الظروف التي نحن فيها. نحن نتحدث عن منطقة مضطربة ونتحدث عن فصائل متعصبة. نحن نتحدث عن عناصر ترغب في زعزعة استقرار الدول، ويجب أن يكون هناك حساسية عند التعامل مع كل هذه الأشياء، بينما نحن أيضا ملتزمون بحقوق الإنسان. ولكن في نهاية المطاف نحتاج إلى أن يكون لدينا دولة مستقرة، وإلا سوف يكون هناك الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان، وسوف يكون هناك زعزعة للاستقرار. وللأسف نرى مظاهر هذا في دول أخرى مثل سوريا واليمن، ولا نود أن نصل إلى هذه المرحلة وهذه الدرجة بسبب غياب الأمن والاستقرار في هذه الدول. في هذه الدول هناك الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان. في أي دول؟ في دول مثل سوريا؟ نعم. نعم نعم. وليبيا؟ سأعود إلى سوريا بعد قليل. هل تتفق؟ أنت كنت تقول أنه من الضروري كبح حقوق الإنسان وانتهاك حقوق الإنسان لمصلحة أمن مصر؟ أبدا مطلقا. أنت تعترف أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان من طرف حكومتكم، سواء ضد منظمات المجتمع المدني أو الصحفيين. هناك أشخاص في السجن بسبب آراء عبروا عنها. مطلقا. في الخمس سنوات الأخيرة وقد توليت المنصب منذ عامين فقط، ومصر كانت في وضعية بها عدم استقرار في آخر خمس سنوات، وكان هناك أشياء حدثت قبل أن أتولى المنصب. ولكن عندما أحيلت إلي وعندما يكون هذا من صلاحياتي وفي قدرتي في الإطار القانوني، فإنني لا أتردد أن أفعل هذا. وقد فعلت هذا مع الصحفيين مثل الصحفي الأسترالي والكندي لحل أشياء حدثت قبل أن أتولى المنصب. ولكن من المهم أن تبقى متيقنا، وكل من يستمع إلينا يجب أن يتأكد من أننا ملتزمون بحقوق الإنسان، لأنه في نهاية المطاف أنا إنسان وشخص يحب مواطنيه، وأنا لست مستعدا لإلقاء الظلم عليهم أو أن أنتهك حقوقهم أو أن أكون ظالما عليهم. أنا مثلكم، مثل الأمريكيين. أنا أحب مواطنية وأنا ملتزم بحقوقهم وحرياتهم. هل لي أن أسأل، إذا قدمت لك قضايا ستنظر فيها؟ طبعا دون أدنى شك سوف أنظر فيها. إذا ما قدمت إليك قضايا وصفت لي بأنها انتهاكات لحقوق الإنسان كما قلت، إذا ما وجدت أن بها انتهاكات لحقوق الإنسان سوف تصحح الأمر؟ دون أدنى شك سوف أفعل هذا. إننا نعلي قيم احترام الأفراد والأشخاص واحترام حقوقهم. إن هذه مبادئ نحتضنها ونتبناها، ولن نتردد في تصحيح أي انتهاكات حسب القانون، وسوف نحاسب المسؤولين عن هذا، لأن هذا في مصلحتكم. طبعا إنه في مصلحتي وفي مصلحة دولتي وفي مصلحة الحرية والعدالة. لأنه من الواحد أنك قلت أن هناك خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذه القضايا. إذا أنت لم ترضي بعد حكومة وإدارة الولايات المتحدة الأمريكية صديقتكم الجيدة التي تدعمكم حتى الآن. وحتى الآن هناك خلاف. دعني أقول لك أنه في آخر اجتماع مع وزير الخارجية جون كيري أعطيته
قوائم وأعداد الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم، سواء كان هذا إفراج جنائي أو إفراج رئاسي. لقد أعطيته العفو وأعطيته قائمة وأعداد. فقط لكي نخبر الإدارة الأمريكية أننا حريصين على إصلاح على حل هذا الأمر، وقدر كل المجهودات التي قمنا بها في هذا الصدد. ربما لا تكون هناك تغطية إعلامية كافية لكل هذه المجهودات التي نقوم بها من أجل حل هذه القضايا. أود أن أقول لكم أنه في الواقع كان هناك انطباع لدي أن وزير الخارجية كان لديه شواغل وقلق، ودخل إلى الاجتماع وخرج وقال أن هناك إمكانية إحراز تقدم. إذن أنا أفهم هذا، ولكن إذا نظرت إلى القائمة وإذا جئت إليك، هل سيرد أحدهم علي عندما أتصل؟ هل سأستطيع أن أصل إلى شخص في مصر؟ So where would you like the relationship? أين تود أن تذهب العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر؟ ما الذي تود أن تراه يحدث بين هاتين الدولتين؟ ما الذي تقوله للرئيس أوباما إذا كنت ستلتقيه؟ سأقول له أننا ملتزمون بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية. إنها مهمة للولايات المتحدة الأمريكية أن تفهم أن مصر مرت بتغييرات أساسية، وأنه لا يوجد عودة للديكتاتورية، وأنه لا يوجد عودة لانتهاكات حقوق الإنسان. الآن لا يوجد رئيس في مصر يستطيع أن يظل في المنصب أكثر من مدة ولايته وفترة رئاسته. هذا أصبح في التاريخ الآن، وهذا تغيير أساسي. في الماضي هذا لم يكن شيئا موجودا أو حادثا في مصر أو في دول أخرى حول مصر، والآن نحن لدينا دستور قوي ينظم العلاقات بين الأطراف، ولدينا البرلمان الذي تم انتخابه عن طريق انتخابات حرة وعادلة. وفي هذا البرلمان هناك أكثر من 85 نائبة سيدة. أنا هنا لا أتحدث عن الهيكل أو عن أي خلفيات دينية، لأننا في مصر نقول أن كلنا مصريين، وأننا لا نصف الناس على أساس معتقداتهم الدينية. ما حدث الآن حدث في فترة قصيرة جدا. ربما التطورات لن تستطيع دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أن تشعر بها، ولكن هذا تطور طبيعي للمجتمعات وللدول. هل تود أن تقول الولايات المتحدة الأمريكية أننا نحاول أن نتغير، وأن هناك أشياء إيجابية تحدث، وأننا نود أن نثبت لكم أننا نقوم بهذا، وأننا نود أن نثبت أن هناك تغييرات؟ أود أن أسألك عن الأقباط المسيحيين. من فضلك، في مصر نحن لا نصف الناس على أساس إيمانهم الديني، إننا كلنا متساوين. هذا أمر مهم أن تعرفه تشارلي، لا يوجد أي تمييز. إن المصريين كلهم لديهم نفس الحقوق ونفس المسؤوليات، وأحد حقوقهم هو ألا يتم تحديد هويتهم على أساس الإيمان الديني والاعتقاد الديني. في قانون ومؤخرا هناك قانون تم تمريره من قبل البرلمان لتنظيم بناء دور العبادة
لكل الأديان في مصر. إنه قانون كان موجودا منذ 150 عاما والآن مرره البرلمان لكل المصريين. والآن يمكن أن تتوجه بالسؤال. لدي أصدقاء أقباط مسيحيين في مصر وقالوا أنه تعرضوا لهجمات لأنهم يعتقدون أنها بسبب أنهم مسيحيين. لقد كان هذا في الماضي. أما الآن وأود أن أقول أن هذا حدث من قبل التيار المتطرف الذي تحدثت عنه والفصيل المتطرف الذي تحدثت عنه. إن هؤلاء المتطرفين وهذا الفصيل المتطرف والعناصر المتطرفة دمرت الكنائس عقب 30 من يونيو 2013. ولكن كل الكنائس التي تضررت تم إعادة تجديدها وسوف تكون مثل الجديدة. أود أن أضيف شيئا هنا. يجب أن تعرف أننا نحتاج إلى أن نصل إلى مستوى معين من الوعي داخل المجتمع لكي نغرس مفهوم المساواة وغرس مفهوم عدم التمييز بين الناس بسبب خلفياتهم الدينية. هذا أمر مهم وهو سيستغرق وقتا، ولكنها عملية قيد التحقق الآن وسوف تصبح أكثر نضجا في مصر وسوف تنتشر إلى الدول الأخرى. احترام الآخر، قبول الآخر، وعدم التمييز بسبب العرق أو الدين أو أي خلفيات أخرى. سوف أتحدث عن جبهة السياسة الخارجية. لقد طورتم علاقة أفضل مع إسرائيل، أليس كذلك؟ إن العلاقة مع إسرائيل جيدة جدا وإن هناك تنسيق مستمر. لا يجب أن تنسى أننا نشرنا قوات مصرية لمكافحة الإرهاب في مناطق لم تكن موجودة، وكان محظور في ملحق معاهدة السلام أن يكون بها قوات، ولكن الإسرائيليون فهموا هذا وهناك بعض العمليات وفهموا أن هناك بعض العمليات التي سنحتاج فيها إلى العمليات الجوية، وهذه العمليات الجوية سوف تكون على الحدود الإسرائيلية وهم فهموا هذا. دعني أقول أننا تخطينا مرحلة عدم الأمان وعدم الأمن. نحن الآن في مرحلة نحتاج فيها إلى وجبة جديدة للسلام. هذه المنطقة هضمت بالفعل معاهدة السلام التي وقعتها مصر وإسرائيل منذ أكثر من 30 عاما. أيضا شجعت رئيس الوزراء الإسرائيلي على الوصول إلى سلام مع فلسطين. هل كان مستجيبا؟ إنني لا أخاطب فقط رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكن أيضا أنا أخاطب دائما الرأي العام الإسرائيلي وأقول لهم تأكدوا أن السلام يمكن أن يغير من وجه هذه المنطقة وأن الدولة الفلسطينية بجوار الدولة الإسرائيلية سوف تؤدي إلى التغييرات الملموسة وأساسية في المنطقة، وبعد ذلك المنطقة يمكن أن تتمتع بالأمن والاستقرار. وإنني أتحدث إلى المواطنين الإسرائيليين، إنني لا أستطيع فقط أن أشجع أو أحث رئيس الوزراء أو الحكومة الإسرائيلية على شيء حساس كهذا، ولكن يجب أن أخاطب الرأي العام. كما تعرف هناك بعض الشواغل في إسرائيل أن هناك بعض القادة الإسرائيليين الذين لم يعودوا ينظروا في حل الدولتين، وهذا يشغل بعض أصدقاء إسرائيل مثل الولايات المتحدة الأمريكية. ومثلا هذه نقطة يتم إثارتها مع رئيس الوزراء نتنياهو. هل أنت قلق بشأن هذا أن القيادة الإسرائيلية لم تعد مهتمة بحل الدولتين؟
أنا أعتقد أنهم يؤمنون بحل الدولتين، ولكن هناك فرق بين إقناع الناس بأهمية السلام وفرض الحل على الآخرين. أنا أؤمن أن فرض الضغط لن يكون بنفس النجاح ونفس الفعالية مثل خلق الاقتناع أو الإيمان أو القناعة أنه إذا ما تم تحقيق السلام وأنه إذا لم يكن هناك تهديد على أمن المواطنين الإسرائيليين، فإن هذا سيمثل بداية جديدة ومرحلة جديدة في الشرق الأوسط. لا يجب أن ننسى أن القضية الفلسطينية كانت أحد المشكلات الأساسية وأحد الأسباب التي أدت إلى الإرهاب في المنطقة، وإذا استطعنا أن نجد طريقة للخروج من هذا المأزق فأنا أؤمن وأعتقد أن هذا سوف يمثل فعلا شيئا جديدا يمكن أن نستخدمه لضمان الاستقرار ولفتح العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، وستكون الأمور أفضل من الآن. إذن تركيا، لقد قرأت أن هناك تحسن في التواصل مع الحكومة التركية التي هي منخرطة أكثر في سوريا عما كانت عليه في الماضي. هل هناك تحسن في علاقتكم؟ حتى الآن ليس بعد. ليس بعد؟ نعم. هل أنت متفائل؟ دعني أقول أن المنطقة التي نعيش فيها بها صراعات كافية وبها توتر كاف. إذن إننا نعطي وقتا وفرصة للآخرين لكي يفهموا الظروف التي تمر بها المنطقة والظروف التي تحدث في مصر. هناك روسيا، ترغبون أن يساعدكم الروس في الطاقة النووية، هل سيفعلون هذا؟ لقد رغبنا في إنشاء محطة نووية من أجل توليد الكهرباء، وقد كان هناك مناقصة دولية، وقد اقترحنا هذا الأمر على الكثير من الدول، وعدد من الدول قدمت العروض، وفي الواقع فإن العرض الروسي كان الأفضل حتى الآن. فخامة الرئيس، شكرا على هذا الوقت، وأتمنى أن تعطيني الفرصة لأتابع الأمر معكم في مصر. لا يجب أن تقدم لي وعدا، لأن مصر دولة عظيمة كما تعرف. أن هناك توتر وهناك قضايا تحدثنا عنها وهناك قضايا أخرى، لأن هذه فترة مزدحمة ولديك الكثير من الاجتماعات في نيويورك، وأنا ممتن للوقت الذي أعطيته لي لكي أتحدث عن بعض هذه القضايا مع فخامتكم. شكرا لفخامتكم وأتطلع لمزيد من الحوار. أشكرك، شكرا، وأشكرك على استضافتي، وأشكر المشاهدين. ويمكنني أن أقدم لك وعدا أنه سيكون لدينا متابعة في مصر، وسيسعدنا إذا ما جئتنا في مصر، وسوف يكون من الهام أن تذهب إلى الشوارع وأن تتحدث مع المصريين، مع المواطن البسيط، وعن طريقك المواطنين الأمريكيين والشعب الأمريكي يمكن أن يستمع إلى ما يقوله المصريين. إذا سأنتظر زيارتك. شكرا فخامة الرئيس، وأنا أقبل هذا. شكرا جزيلا. شكرا.